السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في تحدي كبير اهوت. النهاردة في كوارع فراخ معلش يا جماعة، هي كوارع فراخ اهي، لازم نعملها بتاع. في هنا فراخ اهيت، ربع فرخة حلوة اهوت، وهنا بطاطس مقلية. البطاطس المقلية حلوة اول ايام ده يا جماعة اللي في مصر، هتوفي هنا بالتفاح، وفي ملوخية، ملوخية بتطشها بقى وكانت ايه. وفي هنا شرب، هنتكل على الله كده ونبدا. وعايز اقول لكم ان شاء الله الوصفه هحطها لكم في اخر الفيديو، علشان ايه الناس اللي هي عايزاها في اخر الفيديو. نعتمد على الله كده اهوت، نسمي الله ونبدا كده اهوت. نسمي الله كده اهوت، بسم الله. سلام. بس بنجوا تمشوا قدام صلاة على النبي. اليوم مريضة على الشغل. فايلر كده أولاد اللهم صل على النبي. أكل تحفة. نعم. نشوف السبونة. مين؟ هات الباب.
انا بحب اتغدى انا باكل. طلع النبي تعالى ما غفت رمز كده على النبي صار على النبي كده ما بتعرفش بدل الرز ليه ما بتعرفش بدل الرز ها ما كان رز انا عامل رجيم انت مالك انت انت عامل رسمة اوي شوف كده الصورة عامل ايه والله في حته منك كده انت اللي تنمك على البيتزا ده شكل بابا بوتش بابا دي اصلا قام ما نكلمكش والله رسول الله حد كبير حد كبير ما في ناس نامت واحنا اللي عملنا الاكل شفت نايم وبقى النوم خليك انت تاني شو عامل يا مشاي شو عامل ايه أكل ممتع يا مسار الله بس لسه بإيدي يا جماعة أنا كنت نمت اللهم صل على النبي أنا عملت شوية في الأول كده أنت تسمعهم بصوتي في التصوير قلت لهم أمس أشوفكم أمس الأكل هيك هتصحون راحوا بقى إيه طلعوا أصلي ما نسمعش الصوت
لا في زي شكل خال. بصوا تنام تقوم تاكل احلى اكل، اوعى تاكل وانت عايز تنام، اوعى تاكل وانت عايز تنام كده، لان النوم احسن من الاكل، وبعدين بقى يجي الاكل بعد كده بقى احسن من النوم. الف هنا. شايفين؟ شايفين النبغات دي؟ اسمها ايه؟ كباب. اسمها ايه؟ كباب. من دول ده كباب. كباب الفراخ. بس احنا هنا بنقول رجليه. الله. الله عليهم. فيها مادة زي اللي هيكهرها بالظبط. سبحان الله. في ناس ما بتقدرش تاكلها. بس بقالك جوارب القوارع دي، بس تبقى تخينة، تبقى فخة تخينة، فرخة شوارعها تخينة، أجلها تخينة يعني. الصلاة دي بتخبط ليه؟ زعلانة من حاجة؟ كده الفيديو خلص يا جماعة. الصلاة على النبي كده. أحلى وصف، أحلى صينية فراخ. رز بالشعرية. أنا بس مش عايز أطول عليكم، خايف يكون التصوير زي طويل. بس أنا أنجزت أهوت الحمد لله. أعملوا الأكل كده. عجبني أوي، واحد صديقي سعودي تقريبا قال لي تحط الأكل في صحن واحد. أنا عارف لغة الصحن دي، يعني طبق واحد. السلام عليكم. دي فراخ كانت في الفريزر مغسوله طبعا وجاهزه على على ايه؟ على الشغل. حط شويه بصل كده، شويه توم، بسم الله ما شاء الله، شويه حبهان بودره كده، شويه فلفل اسود كده، طبعا حسب الكميه اللي عندك، دي رشه كده، شويه ملح، نتبل فيهم كده اهوت، يعني نقلب فيهم كده، هو ده التتبيل يعني، نقلب فيهم كده لغايه ما يتبلوا يعني. حبهان، ورق لورا، ومستكه الابيض دوت، دي مستكه يا جماعه. معلقه سمنه بلدي كده بقى، فراخ كده
اجمل حاجه في الموضوع الفخه دي الحلوه دي الرجلين دي هاي الكوارع ده ولا زي ما اقول كوارع احلى حاجه. قلب بقى كده اهو شويه نسيبها كده مع نفسها كده مع شويه يا جماعه هنقلب كده نصدق عليها كويس ما نشيلهاش على طول يعني ما نحطش ميه الوقت. حط بقى اللور الورق اللورا والحبهان والمستك ممكن كان احط له سمنه. ننزل بقى بالميه بقى كده اهوت ميه طبعا سخنه يعني سيبها بقى مع نفسها بقى تغلي كده وتستوي بقى تتغطى طبعا. شويه زيت ان شاء الله حطينا شويه شعريه نحمرهم بقى نحمر الشعريه دي. خلي بالك ما تشيلش ايدك التحمير ده ما تشيلش ايدك من على الطاسه خالص كده اكتر من 10 دقائق خلي بالكم تقليب كده يا جماعه يعني هي متهبه خلي بالكم التحمير ده اللون الكويس يا بنات اهو. ننزل بقى بالرز شويه فلفل اسود كده حطينا الملح اهو نظبط الملح بتاعنا اهو يلا قلب بقى كده اهو انا فاكر لسه بنقلب يا جماعه برضه عشان التقليب ده يا بنات هيعمل له ريح يعمل الرز بتاعنا يعمل له طعم خلي بالكم. ايوه هننزل بالميه بقى اهو بسم الله ما شاء الله. دايما انا اقول لكم يا كوبايه الرز لها كوبايه ميه وشويه ميه كمان زياده يعني 3 كوبايات رز حط لهم 3 كوبايات ميه ونص حط لهم معلقه سمنه بلدي فوق اهي تعمل طعم اهي.